بعد الفوز التاريخي للأهلي امبارح، شايف محمد يوسف يكمل في الأهلي ولا لأ؟ لما كمل قبل كده في ولايته الأولى في الدوري كمؤقت فشل، ما ينفعش يكمل. أكيد لأ طبعا، أكيد يعني هيكمل. محمد يوسف ما ينفعش يكمل في الأهلي صراحة، لأ، لأنه خد قبل كده كذا فرصة وما نجحش مع الأهلي. افتراض عايزين مدرب يكون أقوى، ذو خبرة أكبر، يعرف يسيطر على النجوم اللي موجودة في الفريق، فأعتقد ده مش متوفر في محمد يوسف حاليا. هو أصلا مدرب يعني عمل إنجاز برضه، واخد أفريقيا و يعني ان شاء الله يعني هيكمل. يعني مش مقتنع اصلا اللي هو كان يبقى مع المدرب الاولاني. قبل كده كان معاه ابو تريكه، معاه ناس حلوه كويسه في الفريق وعندهم كوره يقدروا يخدموا الفريق، كانوا شايلين الفريق. يعني اي حد هيجي يضرب الاهلي هيلعب. تتوقع مين تاني مثلا يمسك؟ هو اكيد الاهلي ما ينفعش معاه مدرب اجنبي. في اعتقادي عماد النحاس الاقرب، عشان مدرب وطني وهيعرف الفريق كويس. ممكن توفر في مدير فني اجنبي عالمي. المشكله لعيبه الاهلي الصفقات، يعني المفروض عايزين مهاجم يغيروا وليد غزور. وليد غزور اصلا مش زي الاول يعني. مدير فني اجنبي بيعرف يسيطر على الفرقه، بيختار العناصر، التدخل من الاداره بيكون اقل. برضه قالوا انه جوزيه، بس جوزيه خلاص يعني عهده ولا يعني.